أخ دانيال أنه أنت تريد أن تقترب من عدة محاور، محور تاريخي، علوم، ثم علوم الآثار، ثم الحقيقة بشكل إجمالي. خلينا نبدأ مع حضرتك من الفحص، من وجهة نظر الفحص التاريخي، تفضل. نعم. طب مرة ثانية خليني أكرر الإدعاء الإسلامي. بالحقيقة أنه الإدعاء الإسلامي هو كما يلي، أنه إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة، وأنه مكة كانت موجودة في أيامهم، وأنه مكة كانت هي عاصمة شبه الجزيرة العربية في من خلال من ناحية التجارة ومن ناحية التوحيد، و يعني كانت أعظم مدينة في شبه الجزيرة العربية، واستمرت في هذه العظمة من أيام إبراهيم 2000 سنة قبل الميلاد لحتى أيام محمد. فهذا ادعاء خطير جدا ومهم جدا، الإسلام لا يستطيع أن يهرب منه، يحتاج لهذا الادعاء، هذا ادعاء أساسي، يحتاج، لأنه ليس هناك أي يعني هناك تبرير للتمسك في الدين الإسلامي، لكن التبرير الذي يقدمه القرآن إنه إبراهيم كان مسلما، كان حنيفا، وإن يعني وإنه هو بنى الكعبة. طيب خلينا نفحص هذه في التاريخ. بالحقيقة إنه منطقة مكة منطقة منتصف غرب شبه الجزيرة العربية، صار لها هناك بعثات اكتشافية عديدة جدا من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد. أكرر، صار لي منطقة التي بنيت فيها مكة لاحقا في منتصف غرب شبه الجزيرة العربية على الساحل الغربي، صار هناك في بعثات من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد، وسوف أذكر الأسماء بكل يعني سرعة. اللي بيحتاج إنه يعرف أكثر، في هناك كتاب الدكتور عماري كتبه اسمه الإسلام على ضوء التاريخ، هذا هو الكتاب، وهذا كتاب مهم جدا وفي كل التفاصيل لهذا الموضوع. لكن أنا بسرعة بدي أذكر هذه البعثات الاكتشافية والكتاب والجغرافيين والتاريخيين الذي تكلموا عن هذا الموضوع. أولا، في القرن الرابع قبل الميلاد، إسكندر المقدوني بعث عدة بعثات، وأنا سوف فقط أذكر منهم اثنين. أول واحد جغرافي أندروسيثينيس، بعدين أناخيكراتيس. بعدين القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل الميلاد، في هناك بعثة ثيوفراستوس. القرن الثالث قبل الميلاد، بطليموس الثاني، وبطليموس الثاني بعت عدة بعثات. أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، إيراتوستيثينس. بعدين القرن الثاني قبل الميلاد، أغاثرخيدس. نأتي إلى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، أرتيميدورس. القرن الأول قبل الميلاد إلى الأول الميلادي، سترابو. بعدين القرن الأول ميلادي، بلاني. والقرن الثاني الميلادي، كلوديوس بطليموس. القرن الثاني إلى الرابع، البعثات التبشيرية الأثيوبية السريانية القبطية. يعني لاحظ كيف إذا أخذ كمية، يعني المنطقة هاي زاروها كمية ضخمة جدا من الجغرافيين والتاريخيين، وأنا يعني اختصرت هذا الموضوع، بإمكاني أذكر أسماء كثيرة أكثر من هذا الموضوع من ما ذكرتهم. هذا من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد. ففي كل هذه الزيارات لهذه المنطقة، زاروا المنطقة التي بنيت فيها مكة لاحقا، وكتبوا ولكن لم يجدوا مكة. ونحن نتساءل، يعني إذا كانت حقا مكة وجدت والكعبة وجدت من أيام إبراهيم على الأقل لحتى لأيام محمد كعاصمة شبه الجزيرة العربية، كالعاصمة التوحيدية، كالعاصمة التجارة، سكنها أعظم القبائل في وجه العالم، في كل عالم، قبائل أعظم من حمير حسب الادعاء الإسلامي، لماذا لم يذكرها كل الجغرافيين الذي زاروا المنطقة من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد؟ لماذا مكة مختفية، غير موجودة، غير مذكورة؟ يعني مش إنهم مثلا ما ذكروها، لا لا لا، زاروا المنطقة التي بنيت فيها مكة لاحقا، وكتبوا عن أصغر مدن، أصغر القبائل
لكن منطقة التي بنيت فيها مكة لاحقا كان منطقة غير مأهولة، منطقة ليست فيها لا معبد ولا مدينة ولا بناء ولا مقام ولا شيء. هذا هو التاريخ.